الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. اليوم حاب أخبركم عن شغلة دائما احنا نسويها، وترى ما قاعد أتفلسف عليكم، طبعا ما قاعد أتفلسف عليكم، بس قاعد أراويكم وأحذركم، لأني أحبكم في الله، كلكم انت أخواني وخواتي وعيالي، فركزوا على شغلة. طبعا احنا الغلطة دائما نسويها إننا نلعب بالتليفون ونطلع مسجاتنا وهو على التشارج. تبى أراويكم شغلة، شوفوا عن هذا الجهاز يكشف الكهرباء اللي في الأجهزة والبلكات والشغلات. شوفوا ما في إيه. الحين شفتوا الجهاز ما في كهرباء صح؟ شوفوا عن ذي، معناته إن هني الكهرباء موجودة في ذي صح؟ طبعا الحين خليت التليفون على التشارج، إذا بتلاحظون هني إن التليفون قاعد يتشارج، شوفوا لاحظوا إنه هو يتشارج. أبيكم الحين تلاحظون شو اللي بيصير، شفتها دار مدار التليفون كلها شحنات كهربائية، واحنا دائما نلاحظ ان عيالنا يلعبون في التليفون وهو على التشارج. شوفوا ما قاعد اكذب عليكم، شوفوا ركزوا. طبعا كلكم شفتوا شلون كان يورا وحين يورا وحين بنفصل التشارج. شوفوا فمثل ما قلت لكم اخواني واخواتي، ركزوا على هذا الشيء وانتبهوا حق عيالكم، لان الجهاز هذي يكون دار مداره كلها كهرباء، وهذه كلها تدش في شحنات قاعدة تدش من اصابعهم الى دماغهم. قبل فترة شفت فيديو يقول انه خطر انك تلمس التليفون وهو على الشحن. اقول لكم اهتموا في بعض، حبوا بعض، دلعوا بعض، والله يوفقكم ان شاء الله.